عاد اسمع اسمع مالك اصاحبي؟ اش مال كلب ولا اش تخربق عليا؟ كلب؟ اه كلب؟ واسمعني نهضر معاك اصاحبي. ازكاس جلس جلس. السلام عليكم خويا، كي داير؟ لاباس. شكون خويا؟ اه نسلم عليك. كيفاش نسلم عليك؟ شكون انت؟ اه شكون انت؟ ما تسلمش عليا. السلام عليكم. كي داير؟ بخير هاني. لاباس. واش بغيتي تسلم عليا ماك اصحيبي؟ اي ما عرفتش شكون. صافي انا واقف علي هاد الوقت. انت ساكن هنا؟ واش انت اللي ساكن هنا ولا لا؟ لا كنسولك انا، انت ساكن هنا؟ ما نعرف. انت ود الدوار؟ شنو بان لك؟ اه شنو بان لك؟ انا من هوك. فين جات هوك؟ حدا تم في ديك البلاصة. دابا ما علينا، جاي الله يرحم الوالد. بلا شوف انا جاي قصدك المقصود، الله ود عمي الله يرحم. قبا دايرين عليا انا يا قبا ديال سيدي علي ولا ديال مولاي بوسلان. لا انا بغي لك عاد تعاون معايا صاحبي. ما درنيش انا، مالك داير هكا اصلا نتايا ومالك؟ شنو ديال اش هادي؟ هادي ديالي كركب فيها، هادي طوموبيلتي. ويلي اه كركب كنتخشى هنا. ليه؟ الكرا ولا البيع ولا شنو؟ لا هادي شريتها غالية هادي. بشحال خديتها؟ بالفلوس. وين عرفنا الفلوس بشحال؟ شي 400 طربوش. يا على تناوي كي داير يا ربي تسمح لي. واش انت بصح ولا؟ لا انا ماشي بصح، انا حدا الصح. دابا خليني نكمل هضرتي يا صاحبي، انت قاطعتيني دابا صاحبي. جلس 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 نشوفك تما. جلس اصاحبي جلس. كندير بها الزيطه انت. والله جا مفرفر انت يا صاحبي، وقف اجي عندي. انا نهضر معك. شوف شوف دابا انا جي قصدك ومقصود الله. الله يرحم الوالدين. دابا انا قصدتك، بغيتك تتعامل معايا. ما خصني لا فلوس لا والو. انت عامل مع خويا صافي. انت عامل. الله يرحم لك الوالدين. دابا انا كنت على الطبيب. مشيت عندو دوزت. فين كاين؟ فين كاين الطبيب؟ الطبيب في السبيطار. اييه. ومسكين الله يعمرها دار، قال لي دابا انت دابا انا عندي مشكل في العنق. دابا عنقي مالو مريض. مالو فيه بو عناك. اييه. كتعرف بو عناك؟ عرفته. هذاك اللي كيجي الدجاج، كيبقى يدير الدجاج هوك. أيه. انا دابا راه عطاني شي دواء، قال لي باش تكالما. أيه. ولكن قال لي الدواء ديالك عندك انت. عندي انا؟ اه الطبيب باش يعرف راني عندي. وهنا ما الله اعلم. المهم انا جاي قصدك دابا ونقصد الله. لا كنتي غتعامل معايا قولها لي، ما تتعاملش معايا قول لي سير بحالك. باش نتعامل معاك يلاه يدوي يا صاحبي. يدوي. انا غادي نتعامل معاك. تعامل معايا نتعامل وما تقلقش عليا. وين قلنا لك نتعاملوا معاك؟ انا نهضر معاك بالرجوله. غنتقلقوا منك انا بالرجوله. شوف ابو طاقيه. انا ابو طاقيه. انت راك عزيتي عليا. انت انت عزيتي عليا ابو طربوش. الله يرحم لك الوالدين. قلت لك ابو عناك ابو عناك. وقال لي مسكين الطبيب غتمشي عاد تعنق شي واحد. وكنت باغي نعنقك قبيله. انا باش تعنقني حيد منك انت زعما ابو عناك. لا دابا هو شرحها لي بطريقه اخرى. قال لي غتعنق شي كلب. ورا الكلب راه عاد مالك؟ اسمع اسمع مالك اصاحبي؟ اش مال كلب ولا اش تخربق عليا؟ كلب؟ اه كلب؟ واسمعني نهضر معاك اصاحبي. ازكاس جلس جلس تم. جلس والله جلس لي في بلاصتك. جلس لي في بلاصتك. نهضر معاك نكمل لك اصاحبي. واش انت حمق باغي تسطيني معاك؟ علاش اصاحبي؟ نتعامل معاك. وقال لي عندك كلب. دابا انا كلب راه انا عندك اصاحبي، راه نزق ضاربك اصاحبي. علاش؟ نزق ضاربك. علاش تضربني؟ نطلقها لك اصاحبي. والله الا الحشومه نزقها يقول لك هذا عيش يدو مسكينه صاحبي هكا. اسمعني نقول لك نقول لك انا دابا مسكين. يلاه اصاحبي واش انت مريض في راسك شويه ولا؟ لا انا ماشي مريض، راه قلت لك انا مريض في بو عناك. وبغيتي تعنقني انا؟ لا عندك لا عندك انت. قال لي عندك كلب ما يبقى فيك والو. وراه نعدك من ودنك اصاحبي. علاش تعضني؟ وراه نعدك من ودني. علاش اصاحبي؟ واش ما حشمتي ما تساحلي دابا كاع انت هذا الفليب هذا مشى لك حتى للدرجه هذه. مالك اصاحبي تعامل معايا. وليتي مسطي. تعامل معايا ابو طاقيه. انت شوف انت راه عندك في الصاله ديال الشفار بانت ليا. صافي قال لي انا عندك الله يرحم الوالدين ما يبقى فيا والو. بغيتي تعنقني انايا باش انت تحيد منك. قال لي عندك الكلب ما يبقى فيك والو. واش انت حمق؟ راه هي مسخوط الوالدين. مالك؟ هي مسخوط الشعب. مالك اصاحبي؟ راه نسميك في هذه اللحظه هذه مسخوط الشعب باش قلتي لي الله يرضى. علاش اصاحبي؟ والله اصاحبي دابا جلس جلس انا نصوق بيك. جلس طلع 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 نصوقوا بيك احنا اليوم. هلا هكاك يلا طر دردش. هلا دردش. لا خصني نعنق الكلب. ودردش. وخصني نعنق الكلب. وي دردش دردش ونديك شحال نقول دردش. ولا تنعنق الكلب. يا لبا سمك الله. اه سمك الله. واش كتسول دابا؟ وراح يا خويا انا ما فهمت حتى شي وزان زعما شنو ما كاين والو. ما كاين والو. واش دابا جبتي معايا لاستيك؟
ها؟ ما كتفاني. لا صدق ضربك. علاش ضربك؟ عندك اسمعني نقولك نقولك واحد الحاجه. اسمعني اسمعني يا صاحبي. ايوا انا ما بغيتش نضربك. علاش ما تضرب؟ انا ما بغيتش نضربك. قلت يا حمق تتحمق عليا، رجع هذه البلاصه. اسمعني نقولك، راه طوموبيلتي هذه يا صاحبي وسختيها وانا عنقك. انا كلب. ها؟ انا كلب زعما؟ لا انا قال لي الطبيب، قال لي عندك كلب ما يبقى فيك والو. يا ربي الحبيب يا ربي. جلس جلس. جبدتي معايا لاستيك بنتي ليا. واه جلس اصاحبي. علاش نجلس اصاحبي؟ ختيني والله. علاش نسختك انا يا صاحبي؟ وانا سمك الله. واش كتسولني يا صاحبي؟ قول لي سمك الله. دابا صافي يا سيدي، ما بقاش تحك. قول لي سمك. غنهضر معاك. قول لي سمك الله. واه اسمعني نقول لك اصاحبي. يلاه نسمعك. ها؟ نسمعك. سمك الله انت. انا؟ اه. سميتني؟ نعم. والله الا خويا ما عرفتش منين خرجتي. قول لي انت سمك الله. وعلاش بغيتي تعرف سميتي؟ باش نقول لك واحد الحاجه زوينه. اش دير؟ ها. الله خويا تمشي فحالك. نمشي فحالك. لا انا بغيتك تمشي فحالك. اش غنقول لك؟ غنقول لك. اسمعني. هاي اسمعي انا اللي غنقول لك. اه. هاي صدق لي، شايفنا شي واحد تيعرفنا هنايا ويقول لك هذا هو تيضرب، يضرب السيد ولا شي حاجه. ضرب واحد هبيل. وانا ما نقدرش، انا نقدر ما نقدرش، انا بغيت نعاونك ولكن انت هبيل هبلتيني. لا خصني عندك كلب انا. سير رجع. اسمعني اسمعني نقول لك واحد الحاجه، نقول لك اسمعني. اسمعني نقول لك واحد الحاجه. اسمعني ارجع يا سيدي. وانا نقول لك واحد الحاجه زوينه. هي هذه الحاجه الزوينه خليها في هذيك الطوموبيل. واه اجي نقول لك اسمعني. ويرجع لطوموبيلتك. واه اسمعني شوف واحد الحاجه زوينه، شاركتي معايا في كاميرا خفيه. واش انت دابا يا مريض ولا باغي تسطيني معاك اصاحبي؟ لا والله حتى كنهضر معاك. اسمعني شوف 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 شنو الدري، راه الدري راه كيصور، راه هو راه هو راه هو. شوف شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف شوف انت. بغينا نضحكوا معاك اخويا. شوف يا لا هي ما جاتش هكا ولكن بغينا نضحكوا معاك. سمك الله مصطفى. خويا مصطفى شوف هنا. خويا مصطفى دابا الكاميرا ما بغيتيش تشوف فيها دابا ولا؟ مرحبا لا نشوف فيها. اه نشوف واحد البرنامج ديال كاميرا خفيه وقلنا نستمروا شويه هنايا، الا بان لنا شي واحد نشدوا فيه. الصمته جات فيك انتايا. المسامحه. انا عندك دابا. كنضحك معاك. المسامحه. المسامحه لا شوف، المسامحه لديك القضيه ديال المسامحه. بغينا نستفزوك شي شويه باش نشوفوا. الله يحفظك. قول لي واش تبغي تدوز معنا؟ ندوز معكم اخويا. هاني الكره الرياضيه. تحياتي لخويا مصطفى. الله يحفظك. تحياتي للاخوان. تحياتي لكم جميعا. تحياتي للمغاربه ومع السلامه.